ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى صباح اليوم أعمال الجلسة العاشرة للمجلس في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس. نعم، بدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على ما اضبطت الجلسة السابقة، وذلك قبل أن يتم اختيار المجلس بالرسائل الواردة من معالي رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياط الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2021 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، واختار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع اختار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. بعدها أخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن الخدمات الجوية المرافق للمرسوم رقم 79 لسنة 2022. ثم وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان والمرافق للمرسوم رقم 3 لسنة 2023، حيث تهدف الاتفاقية إلى تنظيم حركة النقل البحري والموانئ بين مملكة البحرين وسلطنة عمان على النحو الذي يعزز التعاون الثنائي بينهما في مجال النقل البحري والموانئ. مجلس الشورى المواقر على التصديق على المشروع القانون على الاتفاقية النقل البحري مع سلطنة عمان، وهذه الاتفاقية في الواقع تأتي انطلاقا من سعي مملكة البحرين ووزارة المواصلات والاتصالات لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، خاصة في مجال مهم وحيوي مثل قطاع النقل البحري. فلله الحمد، يعني الاتفاقية تدعو إلى التعاون وتدعو إلى تعزيز الشحن والنقل البحري بين الدول، الاعتراف المتبادل بالتراخيص الملاحية، وأيضا التدريب وتبادل الخبرات. طبعا هذه الاتفاقية والتي تأتي في مجال التعاون في النقل البحري والموانئ، اتفاقية تنظم التعاون البيني بين سلطنة عمان ومملكة البحرين في مجال نقل الركاب، البضائع، السفن، وكذلك أيضا إنشاء منطقة حرة كما نصت موارد الاتفاقية. هذه الاتفاقية كذلك تأتي لتدفع دفعة جديدة فيما هذا المجال بين البحرين وعمان.